الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن آيات طبن يلبو إلى آيات اللواتن يسيدات سورة لقمان الله سبحانه وتعالى آيات دي إنه يدن بيسا وحيا هاي الله وحور شاقي إنه سبوجين كأبوري يبطير أينو أرقن أين اللهين ardadana buuro oo ka dul qodqotomiyisa ayna dadka ula leeyin daabad oo dhanna oo dhulka yaaciyay samadana inta biya ka keenay ardada nooc kasta uu ka soo saaray hada khalqullah wa ilahi abuurkiisi fa aruni itusiya maada shaygi khalaqal ladina ku abuuran min dunihi balid zalimuna zalimuntu fi dalalin mubin bi kusbin wa laqad atayna waasina luqmana alhikmata علم النافع عن سينا إيا عقلي أن اشكر لله ألا كشكر بأن نكون ندي حكمة دي كمتهاي ومن يشكر قفكي ألا كشكر فإنما يشكر لنفسي نفتي سؤم بأغو شكر عدك الوحمة تارين ومن قفر قفكي قالوا بنا وقال لمن لا يبادلنا فإن الله ألا غني وكم مارما حميد ومهتنيه الله سبحانه وتعالى واذكر حسئذ وقته اللقمان ويري لابنه ويلكيس وكير وهو لقمان يعيده ويلك وعديه يا بني يروه يجيو لا تشرك بالله الله شريكي إن الشرك شركه للظلم ظلم وهي عظيم نوي نكا لقمان الحكيم ليله حكمة الله سيئ هذا الله بدن بيكله يقول وحي له قادم في بني إسرائيل كأها قل وحي النبي داود ولا شبار ده شيء قل وحي إنها مريض شبار ده شيء لكن وحال لا يذكر عسيا إنه نم ذوقها وحنا كذي النوبة نقول كان حلايب اللي ده لين مصر في السودان قل حي ذات كده كان النوبة هالينا نقول كان سكر ده شبالي إله بعد حكمة شيء بركة النبي داود وحصوره قال إنه وقت يسيها كل النبي أمبل وقتها حكمة داسة لسيئي من صحابة وفار كنين مدوء ير والبهاسن وحور والوهاء والبهارن صدح ننو خير بدن باتيرو مدوء بلال بن الرباح الحبش لقمان الحكيم يمهجع مولى عمر بن الخطاب حديثنا وكي مدوء خير السوداني ثلاثة دادك مدوء حاو خير بدن صدح لاسونا بكل ساقين مركز المقام الحكيم وحاتي لعنا لقمان بن عنقاب علينا نين مدونه وها إلهينا حكمة أساسية كلنا نبي أم بالله وقتها وكتلقاته بالله وقتها وكب المثل حلالي حكمة دي سواها كمدا شقوي كيسو يسكو خلاف سينه النجار بوها بيقول يليه قل يلي سيد كيسو أخذ مين تيري بيجده هذا سكر سبا هذا سيد كيسي باو حكويني نافري انتاد قور عدو لبضو حبنادو أغفي عن كسو ساح markaas wuxuu ka soo saaray arabkii iyo wadnihiibuu u keenay labadana ugu fiican doon hadana wuxuu yiri inta neef gowracda labada ugu xun xun ka toof arabkii iyo wadnihiibuu tooray wuxuu yiri war marka wax fiican keen ku idina labadaas aad keentay wixii xun asaad markaan ku idina labadaas ka waran labadaas haday wanaagsanaana way wanaagsanaanayaan haday labadaas wanaagsanaana way fiicnaanayaan هذا حمادان وحمانا يبوي حكمة دي سكمل هاي مركا لقمان الحكيم قصة دي سال إنه صعب بندقاي ويلس كويل كيسا وحو أمر يو يالا دونا يا إنا إنا خدق إنا قونا أدابتها والغدا تينا وانسين لقمان الحكمة علم النافعة إيا عقل بانسين أن اشكر كشكر بان نكون ندي لله ألا كشكر النعمة إيا حكمة دو ألا كسي ألا كشكر بان ندي ومن يذكر قفكي كشكريا و الله كم هات شكتو نعمديسا كشكريا فإنما يشكره وشكريا لنفسي نفتي سوء استغم با وحسو تاريا الله وحبه ما تارين الله وحبه ما بحنا ومن كفر قفكي قالوا بنا ويسو قال لماذا دورتون نعمده كقالوا بنا فإن الله الغني وكمر مع خلق جيس حميد وما تنيهي وعكسو الله سمي وما تنيه وإذ وقت بلهده شاك قال اللقمان اللقمان وكيل لابنه ويلكيس اللقمان بن عنقا وهو اللقمان يعيده ويلكه وعديه يا بني آب يروه يجيو لا تشرك بالله
الله شريكي له وعبادة الله عدك لها لو ذاتنا إن الشرك شرك ولا ظلم ظلم وين عظيم أوين شرك هو ظلم وين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم سورة الأنعام أيضا مركو النبي وصحابة وأقره يأدوا أرقى الحين وحي لهذين أينا لم يظلمين ظلميا سمينين إنه نقمد بيدهن بركاسور ورساء شاكتين معها قول الحكيم بل هذا الكيس أقول إن الشرك الله ظلم عظيم مركا ظلمي قال لشيقا ياهي وشركي ويوكي مركا قرآنكو إنت بدأ ظلمك شركي يستعمالا ووسينا الإنسان ذاتك وحان أدر دار الني بوالديه بإحسان والديه لمدي سي والد وصمى فالكونا حملت ويحنبارت أمه هو يدي وهنا ضعيف نمو على وهن مركا يولع عيسي يا مركا يقولك كسي دي يا مركا يفولان عيسي يا مركا نصاف نفاسك كي يلي وهنا على وهن وين وفي ساله قولين تيسونا في عامين اللبسنا وين اللبسنا إنو الناس كانوا قوين مركا وحان كنة الإنسان كأن يشكر كشكر اللي أنيقا إيقو شكري والوالد ديكا لبدا دي والد إلي حقا إيقو أهاضي المصير أهان شو حقا إيقو أهاضو أنا محكمة دكو قيني والدك أسا مفل مركا ما أهاضل كانو هذلك اللقمان ما أها وإلا سهل حقاليه سعد بن أبي وقاص نبيك إنا ابتقي أها يا مركو إسلام لماذا قاتل ذاتك إيقوه ري مسلمي بو أهاي يهو يدي تيري هويو وام حيو حاد شيغي ساي آيادنا هورتو كسو دكتي والد كيو أفعنا وهو ناكسنا وركاسي تيرو الدين تناد قبصتي محايتاهي والله إنا نوحب عنين وحنا عبين بيتني هذا كان نقني ماليني يهبين بسيدي أهي ماليني يهبين كلا هدنا سيدي أهي مالي تيدن بيضو سكرار يو يمدو وحولي هويو بقول نفوض هذا يلا تبقول يمدو بحان kan noqon mahay ama cun ama cunin bukuun marka sidii bay ku cuntay aayadu iyo aayad kale oo la nooc ahayn soo maray Sa'd bin Abi Waqqas bay ku jiray hadana waa caam ee kaliigi ma ahe waa caam weey aayadu marka inta Luqmaanul Hakeem hadalkiisii yaa la soo dhexgeliyay wawasayna al-isaala dadkii waxaan u dardaaranay bi waalidayhi bi ihsaani waalidayhi labadiisi waalid oo sama falkood xamaladu way xambaartay أمه هو يدي وهنا ضعيف نمو على وهننا ضعيف نمو مركي ولا عيسى ويد ضعيفتي علاش مركي كسي دواي ضعيفتي مركي فولان عيسى ويد ضعيفتي نفاس كمركي لهاي دواي ضعيفتي مركي نوجين عيسى ويد ضعيفتي وفي ساله قرن تيسونا في عامين اللي بس أنا ولي أنا شكر لي يقول شكري بأن كنا دي إنسان يقول الوالد ديك اللي بدأ دي والد اللي يقع كتو كريه إلي حقا يقوى هذا المصير أهانشو حقا يقوى هذا وحمله وفساله 30 شهر آيات دا كتر تا سورة العقاف وحيكد لي شهد العلماء يتنمر كيسوك إياه أقل الحمل عبد الله بن عباس وكالي أقل الحمل إنه اللي حبلو دي اللي وحالي لبس وانا هلا نوشيه باش أنا وحالي لقولين تيسا إياه قولين تيسا إياه أور كيسو واصدن بلاد مركا لبس أنا مركي والناس كانوا إذا اللي حبلو دي بأور كتر waydii kartaa laakiin Soomaalidu waxay yiraahdeen 7 ku dhalo yaa la yiraahdo 7 bilood haduu ku dhasho uu noolaado laakiin 6 iyo 8 haduu ku dhasho ma noolaada la yiraahdo Soomaalidu saasay tirada way jahdaaka haday kugu la dagaalamaan oo kugu kalifaan ala antu shirka bi inaad ii shariig yeesho ma shay leysa laka uu kugu sunay bihi sheega cilmi wax ogaana wax la wuxuu yahay ba aadan garanayn haday kugu kalifaan فلا تدع ما هيالي أكتل قادا وصاحبهما كل صاحب وكل جوك في الدنيا الدنيا معروفا ونا كل جوك قال بها هذا أدونك قال لماذا يحمان تهكي لكن أحسان فل واتبع ذا سبيلا من دد وددي ذا عناب إلي حقا يقصون نغضي إيجا هذا الكود هيالي دي حمان كقولة تليان دادك أنيقا ودد إذي مرسورها ثم إلي حقا يقوم مرجعكم مكان النقط كينو هذا فأنبئكم وحان إذن كورمي بما شيئا كنتم هذا تعملون لكم عمل فلا الله عليه والدك وعسان فلا أسمى بنت أبي بكر الصديق هو يديه قال أتمد مركز سيتي ريال رسول الله هو يديه وهو حدوني
ma xireeriya ha xireedigu gaal iyo wuxuu dooni baa ahaade waalidku waa la xireeyay waa loo sabafani haday xumaan kugu la tayay aan laga yeeli maayo waxa la wixii markay muslimiyiin wixii aan waajib ahayn waad ka yeeli wixii aan waajib ahayn waad ka yeeli haday muslimiyiin way laakiin haday gaal yihiin waxaan u samafalka ahayn idin dhaxmari maayo wiyada ka haday kugu la dagaalamaan oo kugu kalifa ala antu shirka bi ila di shariyeesho ma shay leysa laka uun usugnin bihi shayga cilmi wax ogaana oo wuxuu yahay ba aadan garanay fala tudhuma ha ka yeeli wa saahibuma kula saahib fi dunyada macruufan wanaag iyo dhaqaaleen aad dhaqaaleeso wa tabi'a sabila man ruuh wadadi faa anaba ilayya xaqayga usoo noqday dadka xaqqa raacsanay wadada xaqaha iyo dadkaas raacay waalidiinta haday xumaan kugu la taliyaan ha ka yeeli summa ilayya xaqaygu ahdi marjicukum makaan noqodkiin fa unabbiikum waalidiin ka warrami bima shayga kuntum aad ahdeen tacmaluuna kuwa camal falay waxaad camal fasheen baa idinka warrami macnaheedu waxa weeye waan idinka abaalmarin shar iyo khayr wuxuu yahayba waxaad camal fasheen maxkamadda markaad timaadaan waa idinka abaalmarin luqmaan hadalkiisii baa lagu noqday yaa bunaya yarowo innaha ficiladu ama khadi'adu inta ku hadday tahay mid qaal xabatin xabad wasankeedu min khadani geedka sagara xuudka layda oo fatakun ay ahaato fi sakhrati sallax dhexdi aw fi samaawaati samada dhexdooda ay jirto aw fil ardi ardada ay ku dhex jirto yaati wallah iman biha ficilada allah u keen wax qasoo ma jiro inna allah alla ladifu wax walba ku xogaalka way khabiir in xogaalka ah ladifka waxa qarsoon allah ogba loo jeeday marka in hada damirka waxaynu nidi ficilad waxa aad samayso hadal bay jawaab uga hayd aabo waxa dhulka hoosiisa ku qarsoon waxa biyaha ku qarsoon alla miyuu ogyahay haabudu uu ogyahay waatan waliya waxay u celiyeen inaha qiso bay dhahay qiso inaha qisadu waxa weeye marka inaha qisa hadii loo celiyo takun faacilkeed ismigeedu meel u noqon lama hayo inaha qisada loo celiyo takun faacilkeedii meel u celiyo lama hayo ya bunayya aabe inaha ficilada aad samaynaysaa inta ku haday tahay mid qaal xabatin xabad wasankeedu min khardalin geedka sagara xuudka layda oo fatakun ay ahaato fi sakhrati sallax dhexdi aw fi samaawaati samooyinka dhexdooda ay ahaato aw fil ardi ardada dhexdooda ay ahaato yaati wulla iman biha ficilada allah allah wulla iman inna allah alle ladifun waxa qarsoon ka ogay khabiir inuu xogaalka marka allah subhanahu wa ta'ala khalqigi soo dhan hal mar u arka khalqigi soo dhan hal mar u ogyahay waxa yihiin oo dhan khalqigi soo dhan ficilkay samayaan oo dhan hal mar u ogyahay waxa uu kala dambeeyaa allah ma jira subhanahu wa ta'ala ya bunayya aabe yarowgu aqimi salata salada og wa amur amar bil ma'ruf wa huwa wanaagsan amar wan haddadka kana yaani munkari xumaanta wasbir ku sabir cala ma asaabaka wixii ku asiba amarkii iyo nahyiga qofka la yimaada dhibaato la soo gudboonaatee wixii xagga ka asiba ku sabir inna dalika arintaasi min cazmil umuri umurta teeda waa weyn ee loo qasta way maczuuma waa ta loo qasta way umurta waa weyn way luqmaan wuxuu dhii raximahullah aabe salaada siday tahay uu ogbuu dadka khayrka amar xumaantana ka nahayibuu wixii dhibahay amarka iyo nahyiga kaasoo gaadana ku sabar oo adkaysuu waa la hubaa qofkii dacwad isu taaga in dhibaato badan la soo gudboonaan nabi ilaahay maxamed baa baxsan waayay oo ilaahay gargaarkiisa siiyay in sidaa la yeelo salaada la tukado amar iyo nahyi la yimaado la sabraay waa umuurta ta loo qasto ee lagama maarmaanka ay ka dhiganta yaa bunaya aabba aqimi salaata salaada oo وأمر أمر بالمعروف روح ونكسن أمر ونهى نهي عن المنكر حمانتنا النهي واصبر صبر على ما أصابك ويحكو أصيب وأمرك نهي كاسه وقاره إن ذلك أرهن تاسي من عزم الأمور أمور تتهيد اللوغة سيكمتها إنه نصاسي نكو أمرنا ولا تصعيرها اللي حين خدك الدبن كاقل للناس عن الناس يرددك هالكالي حين بك الله الله يسر سادبن كاهو قدوين أضوه يسيه ولا تمشيها سعون في الأرض للك دحدي سمرحا أضوح الرقون يؤسل إحليحيني إن الله ألا لا يحب ماتش على
كل مختال ku xarragooda kulliga fakhurin oo faana oo dadka u faana waxa lagu yiri oo luqmaan wiilkiisii ku yiri marka dadka la haysayso dhabanka ka leexin markuu ruux kulaado adigoo quursanaya sida uu leexin adoo ka sii jeeda Allah hadlibuu ee adoo ku soo jeedo soo qaabishan hadal marka dulka socotana hay leexin inuu xarragoonin ha kibrin Allah subhanahu wa ta'ala majal qofka xarragooda oo dadka u faano isagu inuu ka fiican yahay ay la tahay marka nabiga inoo fasiray kibirka nabiga inoo fasilayo abdul nasi waradul haqi buu nabiga dadka oo la yaso oo la qursado iyo xaq oo la diido oo la fadiyo kibirku waa asaasi nimba nabiga aayadan markii soo dagtay ku yiri ya rasuulullah anigu waxaan jeclahay dharkayga markaan meedo cadiinkiisa nadaafadiisa aan jeclahay kabaahayga si fiican markaan u gashado waan jeclahay di alaabteedo dhan waa wada jecel ka war taama u nabi taama u tala sheegayaan in aad dar fiican qaadato oo guri fiican gasho oo gaadiid wanaagsan yeelato oo nadaafad yeelato waa tala rabo taasi ilaahay suulaysan lama rabo oo suulayso ismiskeeniso dadba intay ismiskeeniyan dadku ay idin naxaan yidhaahda oo sida isu miskeeniya saas lama rabo allah wuxuu yiri walaa tusaciir halixin khaddanka dabakaaga linnaasi aninnaasi dadka kale xini laamtaas bimaana aan weyn oo markay dadku kula hadlaana saaha u qabil bari waxaan xusuusnay anagoo yar yar magaaladan hadda baabili loo bixiyo iga la dhin jiray aniga nin kale iga weynaa yaani kulli u bilaysaha calanka la dajinay marka anagu waan iska soconay mintu noo yimid iyo ninki kale iga weynaa boo dhabaxaad uu aad uma dhufanin nin oromo meesha taagan iyo la hadlay oromadu yeey bay yiraahdeen marka la hadlo isagoo ka sii jeedo la hadlay labada inood ku dhuftay buu maana eegin buu waxa soo dhawri way labada inood ku dhuftay waa kibir ka kibir isaga kama yahay waa aqal xumo ay ka tahay Allah wuxuu leeyahay wala tamshi fil ardi marahan inna Allah ala la yuhibbu majala كل مختال كحرق وذا كل فخور أوفانا وغسيد دح دحيسو في مشيك صعد كاغا وغضل الله ويره قابي من صوتك عد كاغا إن أنكر الأصوات عدك أغحوني لصوت الحميري وذا ميرا عدك وحالي نمركا تسعونا يسو دح دحاد نقوه سي يعني قف قف أو فديد كتيرين هاورد هنا اسم سليمين نساي سلوضا من سعادي أسعوه miisan leh oo nin qumaan oo aqli leh inaad tahay lagu garto u soco codkaagan hoos u gaad marka dadka la sheekeynayso hadan daruuro waanin si caadi ah dadku la sheekeyso codka ku dheereeynin dadka cod uu maqli karo kula sheekeyso way haduu cod dheeri wax tari dameeraha ugu cod dheer hadana waa codka ugu xun Carabtu markay lafdiga dameer ma isticmaalaan baa leximaar ma ismaa Carabku ka ila sidoo dameerku ula xun yahay way ka xayeen waxay ilaahay dawiil udun bay dhahni waxay dhagaha dheedheera marna ximaad afkooda ma mariyaan carabti hore ay xarago jirtay marna ximaad afkooda ma soo mariyaan baalay sidoo dabeerku ila xun yahay misaalkaas aan lagu misaaliyo marka wixii u xumaa yaa lagu misaaliyo waqsiid dhaxdhaxayso fi mashika socodkaaga waqdud hoos u dhig mi sawtika codkaaga maxaa yeelay in aan kara la suwaati codad midka ugu xuni la sawtul xameer dameera codkooda way macnaheedu waxa laga wada xasi cod dheer wax tarayo ka dameeraha wax tari laha alla wuxuu ila alam taraw miyeydan aragoydan ogeyn annallaha alle sakhara lakum inu idin sahlay ma fi samawati samada waxa ku sugan iyo wa fil ardi ardada waxa ku sugan wa asbaqa wa wasiciyay alekum dushila ni'amahu ni'moyinkiisa daahiratan mid muqata iyo u baadinatan mid qasoonba allah samada iyo ardada waxa ku sugan buu idin sakhiray samada waxa li nooga saxiray xidigaha inoo iftiimaya shamsiga iyo qorraxda iyo hawada iyo daruuraha iyo layd macaane ka imanaysa ardada waxa li nooga saxiray biyihi ba inoo socdo baadki ba kasoo baxayo xoolihi ba inoo guriyeeyeen ka dhisanayna nicmada daayirka iyo tabaadinka waxa inta badan lagu fasiraa nicmada daayirka fusul ba li idin soo diray islaanimada iyo kutub ba li idin keenay taqarsoonina waxa weeye fahmiga iyo cilmiga alle idin fahamsiye weyn يا عافيماتك الله إذن سيوي نعمة قرصوننا الله بس إذا إذن يالي بو ألا ليه سبحانه وتعالى الله سيدا إذن يالي عابدا ملك الله الله حننا كامر غاطة
ألم تروا ميدان أجين أركين أن الله ألا سخر لكم إنه إذين سالي ما في السماوات سمد وحكسه وما في الأرض والسمد حديه وإنه إفتيم يقرح دي يضيه يضروره يمضر كي كإيماني يليدي معاني ذي كإيماني وما في الأرض أرض وحكسه بإذين سخري بيه سعون يضاقي يحوياك أنه كي انتفاعي وأسبق ووز بلاريي وواسعي عليكم دوشين نعمه النعمولين كيسا ظاهرة تطموقتي وبادرة تنتقرصوبة ومدى ظاهرة دي وحوي رسول باليدين دين وكتب باليدين سيو عافمات باليدين سيو بادرة دين وحوي عافمات كهوستا يفهمي قال لي دين فهم سيو ومن الناس ذاتك وحاكم ده من ضد باكم ده يجادل كبر في الله في وجود الله إلهي سيريتان كيسا كورمر غير علم علم الآن في قدرة الله وكمر ولا هدن هنون الآن يولا كتاب كتاب الآن منير وإفتيمي ذاتك وحاكم ده ذات الله كمر الله سبحانه وتعالى وحمد صبحين كرله الله قدر لي سوحا مقبا كرتله حتى غاربا اللي تيريتان كيسا كمر ميه وحنونه وضوئها يعني مجره وحكتابه القسوة الدجيين مجره وحعلمه ذاتك لك السوق يفسدين مجره يقول بايسك يخترع دو اسك الله سيدا ذاتك ساكم إذا الله كمر ميه وحويه وحكم إذا الله كمر كالصفات على ذاتك المعتزلة ده الصفات الله كمر ميه الصفات الله قبل أهم ببنان كأطرة إله سفدي سيدا ما هو إله ما هل كريني وهذا في السود حروف مدن ملي إله رحمتي عرم مدن ملي بيدي معتزلة لازم كان لوجه ذا بيدي إله ميل والبقوت شوقا بيدي ميل لبن ما تشوقا إله ما تشري كدقنت مركي كل عوائن إله ما تشرو يدين إله ميل والبقوت شوقا ميل لبن ما تشوق الله بيكم مرميان كواس معتزلة وخطر ومن الناس ذاتك وحكم إذا من ضد باكم إذا يجادل كمر في الله الله كمر من في وجود الله وقدرته بكمر ميا بغير علم علم الآن وح علمها إمال كركس وقاتين مجره ولا هدى هنون الآن وضحقه هيانا مجرد ولا كتاب كتاب الآن منير وإفتيمي وإذا قيل لهم مركي الويد أهدو اتبعوا راع ما أنزل الله ألا وحو سودجي قالوا حيديه بل نتبعوا حن راعنا ما وجدنا وحن كسو غادني عليه دوشي سأباءنا أبا يوغا يغي هوري وحن كسو غادني مركا ألا وحو ليها أيات تبعونا أمياي راعيا ولو كان الشيطان الشيطان كو يدعوهم هدو أقب باقي إلى عذاب السعير سعير عذاب كيت ما أبا يوغا ودي براعيا هدو الشيطان كو نار كوة والشيطان كو ميشو كو كو يوغي النار تاي مهدية دقن كوري راعي أغو هدية دقن دين من نغض ساسي هان جرس ساسي هان جرس أدددو حاين لشوغ فربادن oo laga yaabo inay fiican yihiin oo xaqdoon yihiin marka saad aayad baad u sheegay ama xadiis marka ku sukuleeyay masheexibal baad ka cilmi badan tahay buu kuleeyay waraday sheekhibal aduuna tan garanayni waan ka cilmi badnaa aduuna tan garanayni waan ka cilmi badnaa aduuna tan garanayni ayay ku dhahayaan waa hidiyad dhaqan lama rabo hidiyad dhaqan xaq la rabaa marka xaq ku yimaado daraasad ku samee haduu ku qanciyo ku qana daraasad ku samee xaq wiilad dheel lahum markii lagu yiraahdo اتبعوا راع ما أنزل الله ألا وحو الدجيين وقرآنك كريمك قالوا حيديه بل راع ما إنه نتبعوا وحن راع ما وجدنا وحن كسوغا عليه ما قدوشيسا أباءنا أبا يوغا يغي هوري بركا ألا وحو ليها أيات تبعونا ميك راعيا أبا يوغا دي هوري ولو كان الشيطان حتى الشيطان كهدو يهي يدعوهم كي أبو ييري إلى عذاب السعير سعير عذابك يعني وح سعير أبو السبب حتى دو الشيطان كوكو قامل يهي ما بيوجد ده رجاء ومن يسلم قفك أبا احتر وجهه عبادة ديس هي قصد كيس إلى الله الله قفك أبا احتر قصد كيس هي عبادة ديس وهو أنا محسن المحسن يا أهل التوحيد يعني فقد سمسك وحوق قصد بالعروة الوسطى مريكتي أنقوعي نينك أتكي وإلى الله ألا حقي سيناها تعاقبة الأمور أمور سعربتاد أدونك سكة سواها اللون ولاده اللون بألغو دمين عربت يا مامرك قدام بايا اللهم بالله سبحانه ماشاء قف كي قصد كيسي عبادتي سي النيدي حق الله وجهينه وأبدا احترى الله قصد كيسي أبدا احترى محسن هو موحد محسن لا إله إلا الله يلي مريكتي أتكيد بقصد الوسخة وما النص أوسط مريكتي أتكيد مريكو حالينا بالمثل مركز مال فولا يسو حالي جكسول المدد عسكر يسو تاسع لكم مثالين مركز مال قبسان يسو
marka la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah inta aad qabsato ya alla kuugeen allah bay kuugeen subhanahu wa ta'ala haqqi bay kuugeen siday ku wado illa ilaaha illallah u daba socoto meeshii u fiicneyd bay kuugeen mareekti aad kaad waa sida macnaheed waman yuslim qofkii u badhaxtira wajhahu qasadkiisa iyo cibaadadiisa ilallahi allah u badhaxtira wa huwa muhsin muwahhida faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati mareekti alwusqa ee adkayd mareeg waa laga wada waa ku misaaliyay marka aad meel fuulayso xadiga lagu soo lalmiyo aad qabsanayso way wa ilallahi allah xaqiisa caaqibatu umuri umuru dhan cilibteeda dambe allah bay ku dambeyn meel ka saba sooma wama kafara nabi ilahi muhammad waxa lagu yiri qofkii gaaloba fala yahzunka yunukumuru galin kufru galnimadiisu ilayna xaqay ugu bimarjicu makaanu noqodkoodu ahaday fanu nabihum waxaanu uga warramay bima shayga amilo ay amal faleen nunabihum bima amilo waxay amal faleen inna allaha allana alimuhu ogyahay bidaati suduuri qalbiga waxa ku soo qulubta waxa ku soo nabi ilahi muhammad waxa lagu yiri qofkii gaalnimada isagu doortay waxba kale baarin gaalnimadiisa ana maxkamada keeni doona oo waxay amal faleen inta soo hordhigo ka abaal marin doona waxba aduun ka walbahaani baa nabiga lagu yiri qalbiga waxa ku jireen allah ba ogo iyaga qalbigooda waxa ku jireen allah ba ka abaal marin adikaaga waxa ku jireen allah ba ka abaal marin oo ku og ujeedada leedahay iyo sida tahay allah ba ka warhay waman kafara qofkii gaaloba fala yahzunka yunukumuru galin kufruhu gaalnimadiisu ilayna xaqayagu ahay marjicuhu makaan u noqodkood maxkamada la keenay fanunabihum wan uga waramay bima amilu waxay amal faleen wala soo hordhigi bay ka dhigantahay waa laga abaal marin inna allaha allana alimuka ogwaya bidaati suduuri quluubta waxa ku jira dadka iyaga ee gaalnimada doortay numatiicum waan u raaxayn qaliilan yar yaani wuxuugay bi adduunyada joogaya summa nadurruhum waxaanu ku ciriiri oo nu u dhibaato galin ilaa cadaabin cadaab qaliidin oo adag iddiraadku waxa weeye waa ruuxad meel ku kalifta oo dhinac inuu ka mara adiido saa ugu riixda way waanu ku riixi weyn cadaab uuna doonaynin yaa lagu tuuray inta loo raaxaynin waxa weeye waa intuu adduunyada ku nool yahay 100 sano hadduu joogo 70 sano hadduu joogo inkastaba ha joogo waa muddo yar weyn qisa waxa la sheegaa nabi ilaahay nuux kun iyo jarjar buu yuu jiray ka waran baa la yiri markuu dhimanayo hadda waa iska qisee ma aha xadiis albaab intaan halkan ka galay aan xagga kale uga baxay buu iga dhignaydu adigu hadda daraasad isku samay dad 50 sano jirta ama 40 sano dad dib isugu samayso shalay bay kula noqon adigu hadda daraasad isku samay marka waan u raaxaynaynaa macnaheedu waa sida numatiicum waan u raaxaynaynaa dadka gaalada ee xadiidka ah qaliilan in yar waa intay joogan summa nadurruhum waxaanu u dhibaato gelinoo ku ciriiriyeyna ilaa cadaabin cadaab qaliidin oo adag oo inuu adkaysan karayna walay saaltuhum gaalada haddaad weydiiso من أحد كبا خلق السماوات السماء أبوري والأرض أرض أبوري لا يقولون وحيده الله أبوري بيدي قلوا حاتلا الحمد لله إلهي بام هذا مره الدين لجعره روح جدي الوؤوجي الله بام هذا بل أكثرهم بذكر الله يعلمون وحبوا جرن مهيان بدن كود علمي بماله قف كود قال يهي قلبي شو الدبولين يهي الضو فاسق يهي قلبي شو الدبولين يهي hadda muumin baa duu dooni ha ahad wakii nabiga ayyi salaatu wasalaam qofka haduu markii khadiya ka dhacdo qalbiga madow yar baa foole uu sii badan marka dambe qalbigu dhan baa wada madoobaan gaalnimo uu bixi marka haduu qofku fisiga ku sii adkaysto marka dambe gaalnimo uu bixi oo waxa weeye iimaanku wuxuu ka dhigan yahay ee dhul buu ka dhigan yahay cagaar ka soo baxay marka dhulka cagaar ka soo baxay haduu roobku ku wada soo barwaaqo ma aha iimaanka hadii daacada roob u ah iimaanka daacada roob u ah laa ilaaha illallah daacada roob u ah u sii barwaaqo iimaankiisu u sii kordho qofka faasiqa ana u sii madoobaanu qalbigiisu marka dambe isagoo salaadiiba ka tagay aad arkay hadii tukan jiray walay saaltum haddaad weydiiso man ahad keeba khalaqa samawaati samooyinka abuuray wal ardu ardada la yaquluna waxay dhihi allah ba abuuray qul waxa tiri alhamdu amman ba lillahi allahu sunaatay mar hadii xujadii idiin cadeeyay بل أكثرهم بذكر الله يعلمون وحبب ما أجبه لله الله وحاسبنا لما في السماوات سمويك وحكمه والأرض إن الله الله سبحانه وتعالى هو الغني كهذا كان عدنا أبهنين وي الحميد أمهاتن في كل أفعاله وحلا وحو الله سمي ومهاتين آخرية دون بأله مهاتين سبحانه وتعالى فعل كسؤال ليه هاي
وشرف هي حكمة ما كتبتوه الله سبحانه وتعالى وذكرته إن بدن بقى سمادي أرضنا لنصهر رجع سمادي أرضنا الله أبوه إنه بهاي هي مكلتها وما بعنا ولد يولد من عبادة سيء ندعى من ذو بعنا لكن عبادة الغالب كيها الله سبحانه وتعالى شرك قال لمدنا ونعبها الله سبحانه وتعالى لكن مدينة وحبية لميس مننا وحبتها لميس الله مبهانا وي مركز سمدي أرضين بضم الله إن صهر دقي وكينو شاقني والله بضم مرنا بأن كالب ديني أرضي السمد وحدات سيفته ذات تاقنتها حدات سعته ذات قولي كتبته والله بضم مرنا بكالب ديني وي لله يا الله وحاوسه لذي ما في السماوات السمد وحاكسه والأرض أرض وحاكسه إن الله قال له هو قال الغني كهودا كأوي الحميد ومهتا ولو أن ما في الأرض ولو أن ما في الأرض أرض ذوحة كسوغا ومن شجرة جيدة أغلام هذي قلما ميرنهين والبحر بدنا يمده أي زيادين يسو من بعده من بعد البحر بد كذب سبعة أبحر تضبب بدون وخذ لقدقه مركا بحر قين خذ لقدقه ما نفذت مدى ما نيس كلمات الله ألا كلمات كيسية حكمة ديسية صفة ديسو إن الله ألا عزيز كغالب ويا حكيم فلسا wax alla waxa dhulka geed ku yaala gabi ahaan hadii qalin laga dhigo wax alla waxa badahay joogsan hadii khad laga dhigo toddoba badood oo kalena lagu daro ilaa kelimadkiisu dhamaan maayo kelimadku waxa weeye waa sifadiis iyo maamulkiis iyo cilmigiisa iyo khalqigiisa wuxuu alla u gaarka oo dhan hadii inta lagu dhigo marka leeyahay sab toddoba badood hadii lagu daro dhamaan mayso toddoba kale hadii lagu daro demiye dhamaan faraahum baa looga jeedaayo waligeed ma dhamaan mayso kun badood hadii lagu qoro khad laga dhigo ilaahay sifadiisa iyo kelimadkiisa iyo xikmadiisa iyo cilmigiisa dhamaan maayo allah subhanahu wa ta'ala marka toddoba badood waa iska faraahum baa lagu qaayeen toban badood iyo kumaan kun badood hadii lagu daro ma dhamaanayso walaw annama fil ardi dhulka waxa ku sugani oo min shajaratin geeda aqlamun qalmahdu ya qalman wal bahru baduna ay khatahay intaas ka maqan kaaso yimuduhu ay ziyadin min baadhi isaga dabadi sabcato abxur toddoba badood oo kale ma nafidad ma dhamaanaysa kalimatullahi alla kalimatkiis sifadiisi iyo cadamadiisi iyo cilmigiisu midna ma dhamaanay inallaha allana azizun ka qalib waye hakeemun oo falsan allah xikmadiisu sidaa tahay ma khalqukum abuurkiinu ma aha wala ba'sukum soobixintiinu ma aha إلا كخلق نفس واحدة نفك لي أبورك هذه يبعث يد بيوح كلمة قبيهان خلقه أردن إسكو مربع الله أبورك را. كن يوليه يكون وأهانه قبيهان تخلقه أردن يسوكي هل نفع أبورك هذه يخلقه أردن أبورك هذا واسلام يدون الله حديث سبحانه وتعالى صابحينته نواسيد أسوه هل نفع صابحينته يخلقه أردن الله صابحيه وهل نفع أمبو لمن وكن أمبو الله أمبو له يكون وأهانه inta kali way waa laba xaraf oo midig heeban yahay waa laba aad u yar waa kalimo aad u yar marka taa inaga aqligeena li inagu cunaysiine Allah xataa uma baahna kun inuu ilaahdaa uma baahna inaga li inaga dhaadhicin way wada waxaynu fahmi karno yaalin soo hadlay ma khalqukum abuurkiin ma aha wala ba'sukum soo bixintiin ma aha illa ka nafsin illa ka khalqi wa ba'si nafsin waahidati nafs soo bixinteedi abuurkeed mooyaan wa kalama hal naf baad lamitiin soo bixintiin iyo abuurkiin inallaah la samiicu ka maqlay way wax walba basiruna marka allah sidu hal mar ah inoo wada soo bixin karo inoo wada abuuray yu kulli hal mar inoo wada maqla subhanahu wa ta'ala oo hal mar inoo wada arka subhanahu wa ta'ala la subhanahu